رجعنا لكم مرة تانية ووصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا في منورتنا ان النجاح مش بالساهل وان في نماذج كتير جدا صنعت المعجزات، حولت الضلمة لنور بالبصيرة بإصرارهم وبإبداعهم مهما كانت الظروف. ضيفتنا النهاردة قضت سنين بتشارك في الجمعيات الخيرية للمكفوفين من غير ما تعرف إنها هتكون منهم في يوم من الأيام. اتولدت مبصرة ولكن يشاء القدر إنها تفقد بصرها، ومن هنا تحصل نقطة التحول وتتحدى المستحيل وتمارس رياضة وهواية من أصعب الرياضات، لكنها فهمت إن ده درس من ربنا وراه سبب علشان يكون دافع ليها ودافع لكل شخص هيسمعها. النهاردة معنا ومنورانا منة طلاع عصام، أول مصرية كفيفة تمارس رياضة القوس والسهم. بنرحب بيك يا منة، وإحنا مبسوطين أنت موجودة معنا النهاردة، بس غير السعادة إحنا متشرفين بوجودك معنا النهاردة. ربنا يعز حضرتك، شرف لي. أنا مبسوطة جدا أن أنا مع حضراتكم النهاردة وفي قناة جميلة لنادي عريقي زي النادي الأهلي. يعني حقيقة أنا مبسوطة جدا معاكم، تسلموا. عايزين نبتدي الأول، عايزاك تعرفي الناس الأول عنك، عن دراستك، إزاي بدأتي تلعبي رياضة، القصة بقى من أولها. تمام، أنا اسمي منة طلاع عصام الدين، عندي 29 سنة، خريجة ليسانس آداب قسم إعلام جامعة عين شمس. ما شاء الله. أنا كنت مبصرة عادي جدا لغاية ما اتخرجت من الكلية. طبعا نظري ابتدى يضعف من وانا في اعداديه، وبعد كده ما كنتش اعرف وكده، وابتديت اخد نظاره القراءه بتاعت ماما وبابا الله يرحمهم من وراهم والبسها، وده طبعا غلط جدا. لغايه بقى لما يعني بابا الله يرحمه هو اللي عارف وانا في الكليه، بعد ما وداني للدكتور والدكتور قال له منا نظرها لو قعد سنتين احمد ربنا. فطبعا جيت في الدراسه بقى فضل يقول لي مفيش تدريب، مفيش حاجة، أي تدريب، لأ لأ لأ، طب ليه، من غير ليه؟ علشان كان بيحافظ لي على نظري، عشان أنا في الفترة دي كنت عنيدة جدا. وكمان أداب إعلام عين شمس ما بتقبلش مكفوفين، فما يعرفش يعني، ومفيش حد عندنا لا في الأسرة ولا في العيلة كفيف، ولا نعرف دراسة المكفوفين عاملة إزاي. فلو ده حصل وأنا في الدراسة، هل هيبقى هقدر اكمل في الدراسه لان انا اوريدي مقيده فيها، ولا هضطر انقل قسم تاني، ولا هضطر انقل جامعه تانيه اصلا عشان القسم اللي انا عايزاه. فهو حاول يحافظ لي على قد ما يقدر على نظري عشان الدراسه. والحمد لله يعني اتخرجت، كان ساعتها ماما الله يرحمها توفت وانا في الدراسه، وبعدها هو حاول يعني يلمح لي برضو. انا مش راضيه اتقبل او مش قادره استوعب. مش ما كنتش قادره تستوعبي ايه؟ يعني ما كنتش عايزه تلبسي مثلا نظاره، او مش حاسه فعلا نظرك ضعيف يعني؟ لا، هو انا اساسا عندي التهاب شبكي تلوني وراثي، وده لا لي لا نظاره ولا عمليه ولا عدسات ولا اي حاجه خالص. اوكي. هو في ثالثه ثانوي لما رحت للدكتور عيون وعمل لي نظاره، النظاره دي اساسا كانت غلط تماما، ان هي سحبت النظر بشكل اسرع. يا نهار ابيض. اوكي. يعني المفروض في حالتك ما كنتيش تلبسي نظاره ولا اي نظاره ولا اي حاجه. اوكي. فبعد كده بقى بعد والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى، قال لي على دكتوره عزه شهاب، كانت لسه رجع من امريكا، في التخصص بتاعي في حالتي. فقال لي اروح لها. فهو بعد ما توفى الله يرحمه انا رحت لها، وهي قالت لي منا خلينا نبقى يعني عمليين، انت هتبقي كفيفه في يوم من الايام. طبعا الكلام ده ما كانش اول صدمه بالنسبه لي، لان وانا في ثالثه كليه قبل وفاه ماما الله يرحمها في دكتور تاني قالها لي صريحه، بس ما قاليش انت هتبقي كفيفه، قال لي انت مش هتشوفي بالليل. اوكي. دي الكلمه اللي قالها لي. فانا طبعا قبل ما تكملي، حسيتي بايه في اليوم ده؟ انا اليوم ده انهارت جدا، يعني انهارت بشكل مش طبيعي. حتى اخواتي اللي كانوا معايا، كان بابا الله يرحمه ما رضيش يجي هو معايا لانه عارف اللي فيها. فاخواتي اللي كانوا معايا، فانا انهارت جدا، فاللي هو لا انت بقى بتقولي انت مش هتعرفي تعملي، مش هتقدري، فما عنديش الكلام ده. فانا بقيت اللي هو انا هعمل مشواري كلها بالليل. بقيت ارجع من الجامعه بالليل. عنيده عشان تحسي ان انت كويسه. بالظبط كده، اللي هو انت ما تعرفنيش عشان تقولي انت مش هتعرفي تعملي، ما عنديش الكلام ده. انت هو بتتكلم بالشكل العلمي والطبي وكل حاجه، بس ما تقوليش يعني انت مش هتشوفي بالليل، اللي هو
انا مش عارفه انت عايز تقولي انت مش هتعرفي تنزلي بالليل، مش هتعرفي تعملي حاجه بالليل؟ لا انا هنزل وهعمل. فبعدها بقى بعد وفاه والدتي الله يرحمها تطوعت بقى في جمعيه رساله في نشاط المكفوفين، وانا ما اعرفش ان انا هبقى كفيفه. وبعد كده بقى يعني اتعلمت شويه برايل، وانا كنت لسه بقى اللي هو نظري بيقل بس ما اعرفش برده. وطبعا وقفت عشان الدراسه وكده، ف ورجعت تاني فالحمد لله. حبيبتي حبيبتي. طيب نقطة التحول بقى، يعني واحدة في مكانك بتفقد بصرها في يوم وليلة، خاصة ان انت كنت بتشوفي عادي زيك زي اي بني ادم طبيعي، فدي بتبقى اصعب. يعني اللي بيتولد مكفوف غير اللي بيفقد بصره بعد ما عاش النعمة دي، فاكيد الموضوع كان صعب. ازاي قدرتي تحولي ده لاصرار ونجاح، وان انت تفكري تلعبي اصلا رياضة صعبة زي دي؟ يعني انت ربنا يعني يديك صح، اللي بيشوف في العادي ما بيقدرش يحقق اللي انت بتحققيه وانت مش قادره تشوفي. فكلميني عن التحول ده ازاي، وجبتي القوه دي منين؟ يعني جبتي القوه والاراده دي منين؟ يعني انا الحمد لله لما الدكتور قال لي وانا في ثالثه كليه انت مش هتشوفي بالليل، كان بالنسبه لي زي ما قلت لحضراتكم ده كان اول انهيار ليا. فانا لازم الم الدنيا، انا لسه في الدراسه فلازم الم الدنيا وافوق لنفسي علشان اقدر اكمل الدراسه. حلو. فده كان اول حاجه. لما دكتوره بقى عزه شاب بعد كده قالت لي انت هتبقي كفيفه وبتاع وكده، انا بالنسبه لي خلاص الصدمه خدتها واللي كان فالحمد لله. فبعدها بقى لما عملت كارنيه تاهيل وكده واشتغلت، وفتره الشغل بتاعتي كنت لسه ضعيفه بصر بقى، فاتعلمت وقتها كورسات يعني بالبرامج الناطقه للكمبيوتر والاندرويد عشان ارجع بقى خلاص انا ببتدي اقلم نفسي. في الفتره دي برده اتعلمت تصوير بطريقه المكفوفين، لان وانا مبصره كان تصويري كله مش حلو خالص. اوكي. بس بعد ما اتعلمت طريقه المكفوفين الحمد لله كان جميل بشهاده الناس اللي انا صورتها، ويعني من ضمن الناس اللي انا صورتها وزيره التضامن الاجتماعي دكتوره نيفين القباج، سفير سلطنه عمان روائي عصام يوسف. لا انا صورت يعني مجموعه حلوه. فبعدها بقى انا كنت رايحه النادي مع اخواتي، يعني اخواتي هم بصراحه هم اللي بيشجعوني لكل حاجه، هم اللي ربنا يعز حضرتك، هم اللي بيبقوا معايا في كل خطوه. يعني كورسات هم يبقوا معايا، لقاءات، بطولات، حفلات، اي حاجه هم بيبقوا معايا فيها. فجينا في مره نروح النادي بقى علشان انا عايزه اركب خيل، عشان انا مؤمنه جدا بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. فانا كنت رايحه عشان الخيل، شفت الكوس والسهم عجبني، اخواتي قالوا لي منا ده في كوس وسهم هناك، قلت لهم طب حلو. فروحت بقى وتعرفت على الكابتن وقلت له انا عايزه اتعلم كوس وسهم وكده، فانا كفيفه. راح قال لي هينفع وهتجربي وهتشوفي وكده. المبصر الكوس بتاعه بيبقى فيه سايت، حاجه اسمها سايت. أوكي. بيبص من خلاله على الهدف. تمام. انا طبعا مش هشوف ده، انا السايت بتاعي بيبقى عباره عن ستاند بيبقى طالع منه مسمار بحطه هنا ما بين السباحه والوسطى. اوكي. وبنشن على الهدف على طول. الكابتن يظبط لي السايت هي مره، وانا بمسك الكوس بالطريقه اللي انا عارفاها او بالطريقه الصح بتاعتها، مش اللي انا عارفاها، الصح بتاعتها. وابتدي اشد الوتر لغايه الناحيه دي واسيب الوتر ويطلع في الهدف. لو بقى يعني الهدف الاكبر هدف بيبقى لونه اصفر، يعني الالوان تبقى اصفر واحمر وازرق واسود وابيض، كل لون منهم ليها درجتين من 10 بقى تبتدي تقلي بقى. فلو مثلا انا جبت في الاحمر مثلا حد يبقى واقف ورايا يقول لي احمر يمين، ابتدي انا بقى اظبط السايت بتاعي اجيبه شمال شويه، ده ازرق فوق ابتدي انزل السايت شويه علشان okay. الهدف يجي مضبوط. فيعني الحمد لله اللعبه دي كمان بتعلم الصبر والتركيز والاصرار. فلا انا حابه اللعبه دي وحابه اكمل فيها باذن الله. عايزه اعرف احساسك لما مارستي رياضه السهم قدام سهم وقوس قدام سياده الرئيس في مؤتمر قادرون، عايزاكي تحكي لي على اللحظه دي. انا وانا بتمرن جم قالوا لي منا احنا عايزين نعمل اعلان علشان احتفاليه قادرون باختلاف عشان تطلعي تضربي قدام الرئيس. قلت لهم تمام ما عنديش مشاكل. فعملنا الاعلان، وبعد كده جه بقى يوم الاحتفاليه
طبعا يعني انا كنت مبسوطه جدا يومها ومبسوطه كمان من التحضيرات ليها. يعني حتى وزير شباب والرياضه دكتور اشرف صبحي يعني كان متابع الموضوع، والرئيس لما جه وشاف وانا بضرب يعني انا مبسوطه ان هو وقف وشاف وسقف وقال لي برافو. يعني بجد الاحساس كان جميل جدا. وحتى الدكتور اشرف صبحي كان بيقول لي ما تقلقيش انا متابعك ومتابع الموضوع، يعني لا انا الموضوع حلو. يعني احنا معانا على الشاشه وانت بتتكلمي الفيديو من المؤتمر اللي انت بتتكلمي عنه دلوقتي. ما هو سيادة الرئيس جه وصبح عليا وقتها ووقف لغايه ما ضربت السهم وقال لي برافو. يعني انا انبسطت جدا بصراحه ان قال برافو وسقف. يعني طبعا اكيد اكيد انبسطتي. الحمد لله. طيب منى انا عايزه اعرف منك حاجه دلوقتي، انت اخترتي حاجتين يعتبروا اصعب حاجه ومعتمدين الاثنين على البصر، منهم التصوير. بدايه التصوير كانت ازاي وايش معنى التصوير؟ التصوير انا علشان زي ما قلت في الاول انا كنت بصور وانا مبصره بشكل وحش جدا، وانا ما كنتش بحب التصوير وانا مبصره، الصوره بتبقى مهزوزه، الكادر وحش جدا. وانا بقى في كورس من كورسات البرامج الناطقه للكمبيوتر ليه واحده صاحبتي قالت لي منا ده في مبادره اسمها قد التحدي وفي حد بيعلم تصوير المكوفين وكده، فانا هو ده حقيقه ولا ده ايه؟ فقالوا لي لا ده في، طيب يلا نجرب. فلما رحت وجربت اللي هو انا عايزه اعرف هو ده بجد ولا ده ايه؟ لما جربت ولقيته فعلا بجد وفعلا التعليم، يعني انا دلوقتي بقيت مدمنه التصوير. يعني انا ما عنديش كاميرا في البيت. بتصور بصي انا شايفين صورك على الشاشه دلوقتي وانت بتصوري. انا عايزاكي تشرحي لي يعني ايه طريقه تصوير المكفوفين، يعني تشرحي للي بيتفرج يمكن كمان تساعدي حد حابب ان هو يصور لو هو من المكفوفين وعنده حابب موضوع التصوير ده. تمام. دلوقتي انا علشان اصور بني ادم حلو هنبتدي ببني ادم. اوكي. باجي الاول بشوف هصور كام واحد وعدهم واجي عند اللي في النص اخد كذا خطوه بالموازاه معاه. حلو. بيبقى فيها حسابات معينه. انا بعد وبعد كده باجي عند اللي في النص وباخد كذا خطوه لورا وبطلب من اللي في النص ده يديني صوت، من خلال الصوت ده بقدر احدد الكادر اوله واخره. اوف ما شاء الله، ده ذكاء خارق، ده ذكاء خارق، ده صعب جدا، ده مخ الكمبيوتر بجد. يعني مخك بيحسب الفيزيكس الحاجات، عارفة الحسابات اللي الكمبيوتر بيحسبها مخك بيحسبها بالصوت دي. كملي كملي. الحمد لله. بس فالصوت ده بيخليني أقدر أعرف أول الكادر وآخر الكادر. الكادر من فوق ما يبقاش فيه فراغ كبير، الهيدروم بالظبط كده ببقى جاية ظبطاها وبس كده خلاص. لما احس ان مثلا حد على الحرف مثلا اليمين او الشمال بيتكلم عشان مش مركز معايا، او ما انا ندهاله علشان الفت انتباهه، حتى في ناس بتتخض انا سامعه صوتك انت مش واخد بالك. لما بيبص لي اقوم واخده الصوره بقى فتطلع الحمد لله مضبوطه. طيب عايزه اعرف منك، انت شاركتي كمان في فيلم امل وده يعتبر كان اول فيلم للمكفوفين، كلمينا عن التجربه دي وعملتيها ازاي؟ واحنا قاعدين في ورشه التصوير بعد ما اتعلمنا وكده كان استاذ خالد اللي علمنا تصوير قال احنا عايزين نعمل حاجه تتكلم عنكم تبقى بتاعتكم انتوا. فكل واحد ابتدى يطلع فكره من عنده، يقول موقف حصل، يقول حاجه حصلت، فطلعنا فكره امل، فيلم امل. فبعد كده هو جه قال لي منى انت هتعملي دور امل. نعم. كمان عايزيني امثل اي قد اي حاجه. انا يعني انا شايفه ان انت بتختاري الحاجات اللي بتتحدي فيها نفسك. يعني انت عندها العند المفيد، يعني عارفه في عند مؤذي صح وفي عند انا هعمل التصوير عندها مفيد. شفتي حتى بتقول لك الدكتور قال لها ما تعملش حاجات بالليل، طب هنزل بالليل. انت برج ايه؟ انا الجوزاء. لا قريبه مننا. افتكرتك طبعا. هي قريبه مننا. احنا برج الثور. بلاش الجوزاء. جوزاء زي مخرجنا. بتقلق لما تعرف الجوزاء بتقلق. لا لا انا بحبه قوي. انا بحب الجوزاء جدا. احنا مخرجنا جوزاء بيقول انا جوزاء اهو.
وجوزها بيحبنا احنا كمان. الحمد لله. كملي يا منى اتفضلي. بس يعني انا من زمان بحب موضوع التمثيل الصوتي. في ناس كتير لما تسمع صوتي تقول لي انت صوتك مميز، صوتك ما يتنسيش. يعني ناس اكلمها مره اجي بعد سنين ارجع اكلمها تاني، منى معايا؟ انا منى، انا لسه ما قلتش حاجه يعني. فانا حابه موضوع التمثيل الصوتي، فلما تقال لي انت هتعملي دور امل، اوكي، فطيب ماشي نجرب، مش هنخسر حاجه. صحيح. والحمد لله كان ده اول فيلم في العالم القائمين عليه باكمله مكفوفين، مفيش بس غير الاخراج والمونتاج كان مبصرين. والحمد لله ده الفيلم ده دخل مهرجانات في انجلترا وفرنسا والمغرب وايران وايطاليا، وخد مركز ثالث في ايطاليا. ما شاء الله. الحمد لله. ودخل برده مهرجان يوسف شاهين في مصر وخد شهاده مشاركه. فيعني العمل ده انا بعتز بيه طبعا. معانا فنانه كمان. معانا فنانه قاعده معانا. صح منا. طبعا انت عارفه انه كل واحد فينا بيبقى عنده خطط، وانا هعمل كذا في الجامعه، واما اتخرج هعمل كذا، وهتجوز مش عارف ايه، وهخلف ايه، خطط. كل واحد فينا بيعمل خطط كانه هو يعني اللي بيتحكم في الكون. ولما حد فينا الخطه بتاعته بتتغير، كل شخص فينا بيتعامل بطريقه مختلفه. اكيد انت كان عندك خطط لحد ثالثه جامعه انه بعد الجامعه هعمل كذا وكذا وكذا، وفي الخطط دي ما كانش موجود انه هتفقدي البصر، وان كل اللي بيحصل ده هيتغير في حياتك وهتحققي الانجازات دي كلها. الحمد لله. قولي لي ايه الحاجات اللي كانت موجوده في خططك اتغيرت للأسوأ وللافضل كمان، يعني ده غير فيكي ايه؟ تمام. يعني انا كنت في الكليه كنت شعبه صحافه. حلو. انا اساسا يعني داخله الكليه دي القسم ده لان انا بحب بالبلدي كده مرمطه الصحافه. تمام. اوكي جدع. فانا كنت حباه، يعني انا داخله انا عايزه مرمطه الصحافه. فطبعا مع ضعف النظر مع كف البصر مش هقدر اتنطط التنطيط اللي انا كنت ناوي اعمله لوحدي. هضطر هتعب حد معايا. مظبوط. اوكي صح. فده طبعا يعني غير بقى المسار تماما. فلما بقى خلاص اتعلمت بقى البرامج الناطقه للكمبيوتر والاندرويد عشان ابتدي بقى اتعامل، يعني انا قبل كف البصر مش هقول حياتي كانت فاضيه، لا كانت مليانه، بس مش زي بعد كف البصر. الحمد لله. فعلا طبعا ما شاء الله لله. عملتي حاجات ما كنتش متخيله ان انت تعمليها. بالضبط. ما وقفتيش، ما يئستيش. بالضبط. ما شاء الله عملتي رياضه صعبه جدا. مثلتي لله. صورتي ما شاء الله، يعني عملتي حاجات فعلا ما تعرف. فدايما نطلع بقصه منا فعلا ان لما ربنا بيدينا حاجه وحشه ما بنبقاش عارفين الخير فين. صح. مش لازم بيبقى بيصحح لنا المسار، بيبقى بيصحح لك حاجه عايزه يوديكي لحاجه احسن. بالظبط. الحمد لله. يعني والقوس والسهم انا مش مجرد بمارسها، انا الحمد لله دخلت بطولات فيها، يعني دخلت 4 بطولات وديه و2 سهم فضي و2 سهم ذهبي و2 كاس مصر و1 جمهوريه. وباذن الله الجمعه الجايه في بطوله جمهوريه تانية بشكل مختلف. يعني البطولات بتاعتي بتبقى على تارجت فيس واحد. البطوله اللي جايه دي هتبقى اندور، يعني هتبقى 3 تارجتس. المفروض انا في الراوند الواحد بيبقى 3 اسهم. في ال 3 تارجتس بطوله الجمعه الجايه المفروض في كل تارجت ادخل سهم. اوكي. فده هيبقى حاجه جديده، فربنا يسر الحال باذن الله. والحمد لله في كل البطولات باخد مركز اول، وربنا يسر الحال ان شاء الله في بطوله في انجلترا في اغسطس الجاي باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا يعني انا نفسي جدا باذن الله ربنا يقدرني واروح اجيب ميداليه ذهبيه. انا مش عايزه مجرد مشاركه، انا عايزه ميداليه ذهبيه، لان انا المصريه العربيه الافريقيه الوحيده الكفيفه اللي بلعب قوس وسهم يا حبيبتي. فانا عايزه يعني اجيب ميداليه ذهبيه. يعني زي ما كلنا كنا بنشجع المغرب في كاس العالم، هي الدوله العربيه الوحيده. كلنا هنشجعك والله. ان شاء الله هتحققي اللي انت عايزاه. احنا معانا ميداليات كتير قوي. ما شاء الله. يعني انا باكد لك ان انت هتقدري تعملي كل اللي انت عايزاه، علشان انت عندك الحاجه اللي عند كل الناس الناجحه، عندك الايمان بربنا رقم واحد، والايمان بنفسك والعند مش هعمل كذا طب هعمل هوريكم. فباذن الله ترجعي من انجلترا ونحتفل مع بعض بالذهب، وتفضلي طول حياتك كده منى تحتفلي بانجازاتك. وانت شرفتينا الحقيقه، وجودك معانا شرف لينا انا واميره، وشرف يعني وجودك هنا في قناه النادي الاهلي شرف لينا كلنا. نورتينا. للاسف حاجه صغيره. طبعا اتفضلي. انا اتمنى ان يبقى في راعي رياضي.
علشان الراعي الرياضي بيفرق مع الرياضي جدا طبعا. فلغايه دلوقتي يعني ما فيش راعي رياضي ليا او كلعبه كوس وسهم، وانا عارفه ان في النادي الاهلي برده ما فيش لعبه كوس وسهم. اوكي. فاتمنى برده ان يدخل في النادي الاهلي لعبه الكوس والسهم، وابقى اول لاعبه في النادي الاهلي للكوس والسهم يعني، ومرن بعد كده الناس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا للاسف وقتنا خلص وانت نورتينا، بنشكرك شكرا جزيلا يا منى، ويا رب دايما ربنا يرزقك بالبصيره اللي تخليك تشوفي الحكمه من كل محنه، ويا رب تكون رسالتنا وصلت لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. استنونا بعد الفاصل نرجع نكمل معاكم حلقه.